20 ماي 2016. وبعد بنهار ملي قدمنا البلاغ نتاع تاع النيابة هذيا، تعاملت معنا الإدارة فاجأتنا بكتب بشتى أنواع الهرسلة. يعني عدينا شهر كامل وما يهرسلوا فينا، وحاولوا بكل الطرق انهم يلغيوا النيابه هذه، من انهم يطلبوا من العباد انهم يسحقوا الخراطات. رفضوا، سمعنا كلام، سمعنا سبان، هرسلنا بكل الطرق. بعد بشهر من تقديمنا للبلاغ عيطوا لثلاثة نواب، انا نايب اول، مهيب بن عيد نايب ثاني، رجع عثمان نايب ثالث، وتم طردنا. تم طرد عسفي بأتم معنى كلمة، ما عنده حتى مبرر، خاطر الأسباب اللي هما حبوا يطردونا على خاطرها أسباب ماهيش موجودة، أسباب واهية ما عندها حتى علاقة بالحقيقة. شاهدين في رجال مطرودين، شاهدين في رجال مطرودين. الوقفة الاحتجاجية تندرج ضمن خطة نضالية تم برمجتها من الجامعة العامة للاتصالات التابعة للاتحاد العام لتوزيع الشغل، وهي تأتي على إثر طرد ثلاثة نقابيين من مؤسسة تي ال اس كونتاكت. وكما تعرف الناس الكل، طرد نقابيين معناها حق النقابي هو حق دستوري، لكن مالوروزمون المؤسسة هذيا اللي تتراتي في الانتظار تاع سفارة فرنسا وبلجيكا ولونجلتير، واللي هذوما الدول نورمالمون مستعرفين بالحق النقابي، وفي ليزونتري نتاعهم تلقى ليشارت دو ريكونيسونس نتاع لي دروا دو ليبرتي لي دروا سانديكو اسي دو سويت. اول ما تم تكوين النقابه معناها تم طرد ثلاثه اعضاء من النقابه الاساسيه، ولهذا معناها تم برمجه الوقفه الاحتجاجيه هذه من فقط من النقابيين وليس من العمال. ويوم الجمعه القادم سيكون هناك تنفيذ اضراب على اثر برقيه اضراب كان اصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من اجل الحق النقابي والاعتراف بالحق النقابي، وليس الا الحق النقابي والاعتراف بالنقابه الاساسيه اللي تم تكوينها شرعيا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.